شهد النائب العام المستشار حمادة الصوي بالعاصمة الفرنسية باريس إجراءات استرداد جداريتين أثريتين في قضية دولية لنهب وتهريب الآثار. وخلال كلمة له على هامش زيارته إلى فرنسا، أشار النائب العام المستشار حمادة الصوي إلى أن عملية استرداد الآثار المصرية المنهوبة تأتي بمجهودات دولية قضائية وأمنية مشتركة تعكس حجم التعاون الثنائي بين البلدين. ما أشبه الليلة بالبارحة، فها أنا أقف معكم اليوم هنا في مقر سفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة الفرنسية، كما وقفت معكم العام قبل الماضي للمرة الثانية على التوالي، وفي ذات الشهر ولذات الغرض، وهو استرداد الدولة المصرية آثارها المنهوبة بمجهودات دولية قضائية وأمنية مشتركة تعكس حجم التعاون الثنائي بين البلدين ومدى تضافر الجهود بينهما في هذا المجال. السيدات والسادة، إن سعي أي مصري للحفاظ على آثار بلاده وأجداده أمر فطري يعتز به ويفخر به، وذلك نابع من الوطنية التي تجري في عروقنا مجرى الدم، سواء كان هذا السعي من منطلق مسؤولية المنصب الذي يتولاه كل منا، أو من منطلق الرسالة التي يؤديها في عمله، أيا كان هذا العمل وفاء لبلاده وإخلاصا لوطنه.